تتفرجوا في ملا كيدز، فرحانه برشا بوجودكم بحذايا اليوم. اليوم باش يجيو بحذايا زوج بنات هما خوات، عنا برشا ما جاوش بحذايا خوات الملا كيدز، اما elles ont eu la chance en fait خاطر تتفرجوا فيهم في فيديو باش نحطوها توت سويت، خاطر هما مشاو لاكبر فضاء ترفيهي عائلي مازال كي حل في دونك لو سنتر كوميرسيال ازور سيتي في لا بانليو سود. البلاصه هذيا اللي باش تكتشفوها تو في الفيديو. Alors, باش نبدا اسمع اول حاجه ماجيك سيتي، خاطر الي ماجيك هي راهو مش للصغار كهو، هي للعائله. تنجموا تمشيو بصغيركم لكبيركم، تلعبوا تتفرهدوا جو سي با، يا بلان دو جو. عنا برشا ما لينيش حاجه هكا في تونس، دونك سافي بليزير. مبروك علينا والصغار اللي يمشيو بحذنا اليوم، اللي مشاو هما جربوا، تابعونا باش هكاكا افوتغ توغ تمشي الملاكيز دابور والماجيك سيتي. نتفرجوا فيديو لو طون يجي بحذايا راوين وراوانت. ا توت سويت. السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ملا كيدز، واليوم ضيوف بيكا هما روان ورواند، دو جوميل مانيفيك كي اون او لا شانس باش يعديو نهار مزيان برشا وما يتنساش في ماجيك سيتي. وماجيك سيتي هو أكبر مركب ترفيهي عائلي في سنتر كوميرسيال أزور سيتي، واللوفرتور أوفيسيال متاعو باش تكون في أقرب وقت. Donc soyez nombreux, باش تكتشفوه وتعملوا برشا جو. ماجيك سيتي 3000 متر مربع مخصص للأعمار ما بين عامين و 75 سنة، وتلقاو على ذمتكم أكثر من 70 لعبة. دي جو ريدمبشن، دي كاروسيل ودي مناج، ولعب كي تشاركوا فيهم تربحوا برشا كادوات. كيما الألعاب الافتراضية الـ VR، لي جو ديفاي للصغيرات، وحتى المغرومين بالألعاب الإلكترونية، ماجيك سيتي خمم فيهم. والأول مرة عندكم فرصة تجربوا لي ماناج سنساسيونيل كي تمشيو أون فامي، على خاطر ماجيك سيتي هو المركب الترفيهي العائلي الأكبر في البونيو سود، واللي تنجمو تعديو فيه أوقات حلوة وما تتنساش مع العائلة ولا الأصحاب. والفرصة هذه غارونتي لضيوف بيكا الكل في ملا كيدز. عسلمة بيكا، أنا اسمي رواند، عمري 9 سنين، نقرا سان كيماني، مغرومة بالدونس، توا أنا في ماجيك سيتي كمل نلعب ونجيك بيكا. أنا اسمي روان، عمري 9 سنين، نقرا سان كيماني، مغرومة بالدونس، وأنا توا في ماجيك سيتي ونكمل نلعب ونجيك بيكا. هاوما وصلوا وقعدوا مرتاحين ويلموا. اسمع ديجا ستيل، انا باش نعمل عليه رمارك، شنيا فاست روبه هكا تخي برانسيس وكل ومعاها دي بوت ان كوير. فازة انتوما تاع فازات، دونك استنى قبل نبداو هكا بشوي بشوي. دونك شو اسمك؟ اسمي روان. روان، وانتي؟ روان. روان، روان وروان تخويت. تويما ولا خويت؟ فوس جوميل. فوس جوميل. شنو لا ديفيرونس انتر فري جوميل وفوس جوميل؟ شنو الفرق؟ فري جوميل ما تشبهوا لبعضهم، فوس جوميل ما تشبهوش لبعضهم. اما تولدتوا فرد وقت؟ لا انا اكبر. كيف تعرف؟ كيف دقيقة. واسمع تعمل هيك فاست كلي، انا اكبر منك بالحق. كيف دقيقة راهي؟ تبدا هي تعمل لنا كل مسدس راهي دقيقة تقتل. اسمع، صحاب برشا ولا تتعاركوا بعض ساعات؟ يحبوا بعضهم يتعاركوا. سي نورمال، كيما كل خواتي يحبوا بعضهم، وراهو حتى العرك نتاع حب زيدا، مش خاطر تعاركوا راكم في دقيقة هذيك ترجعوا صحاب. باهي، وين تقراوا؟ نهج بولونيا. نهج بولونيا، في بالكم أنا قريت نهج بولونيا؟ السنة السادسة نتاعي قريتها في نهج بولونيا. نحن قرينا من الدوزيام اني. محليه المكتبة؟ اي. مازلتوا تسمعوا فيروز صباح؟ لا ما عادش. تبدلوا حاجات مالا. احنا كنا في الصباح قبل تحية العلم نسمعوا فيروز، وبعد نحيوا العلم، وباش نحيي دايغ كان يتفرجوا فيها صحابي نتاع نهج بولونيا الكل، والمدير الله يرحمه ينعمه سي نقرا خاطر ياسر نحبوه كنا. يا جبتوا لي برشا دي سوفير. عنا ان بوان كوما هكا. اي دونك في انا وقاسم تقراو؟ سانكيم. كاتخيم. ثبتوا ترى؟ كاتخيم. اما خاطر ماذا بيك سانكيم اني في صافي صعيبه قالك سانكيم اني في بالك. تحبوا القرايه ولا؟ اي سير.
اوكي تحبوها كيف كيف ولا فما شكون يحبها اكثر من الاخر؟ هي تحبها اكثر من الاخر ومغروبه بالمطالعه. ها؟ مغروبه بالمطالعه. يبقى عندنا مطالعه بعد في ملاكيت، اذا حاجه سي بون تشيك. انا مش مغرومه يا سامي بالمطالعه. في ملاكيت باش نغربوك بالمطالعه. دونك القرايه وكل نعرف اللعبه كل تقرا باش بعد كي تكبر تولي تخدم، عندك فكره شنو تحب تولي كي تكبر ولا؟ انا نحب نولي دكتوره. دكتوره؟ دكتوره نتاع شنو؟ دكتورة طبيبة ولا دكتورة في مجال معين؟ لا طبيبة. اي طبيبة نتاع شنو؟ طبيبة نتاع اسنان. اي سافا لي دونتيست في ملاكيت زين هذول يشلقوا عندي مشاكل اسنان. باهي وانتي؟ جندية. جندية واو. دونك يظهر لي اسكو ديما معناتها الاذواق نتاعكم مش كيف كيف ولا كيف كيف؟ خاطر الحوايج نشوف فيهم كيف كيف، اما ديجا الخدم مش كيف كيف. كيف 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 الحوايج، اما بعد ساعات نولي مش كيف كيف. اما لي جو مثلا تسمعوا فرد موسيقى موسيقى مغرومين بنفس لي جو ولا كل وحده؟ لا كل وحده. بين نحب نعرف كل وحده باش مغرومه. الواحد نبداو تو براوان تخاط من قبيل كمان نغزلك تقول لي كنت مغرومه بالدونس. اي باش تنجحوا من عمان لما لا با. اي شنو اخر؟ و نترينو جيمناستيك. نايس. عندك برشا ولا جديده؟ بريسكام. واو سي بيان. وانتي؟ انا نحب الغناء والدانس ونترينا جيمناستيك ونحب ياسر الجيمناستيك. نايس. ودخلتوا ترينيو مع بعضكم دونك؟ اي تري بيان. اي ظهر فينا باش نتعلموا برشا حاجات معاكم. دونك عندنا ديجا نجم نضمن شطحه وشويه غناء سافا امورنا مريقله. تحبوا تحكيوا حاجه توا توت سويت ولا نبداو نلعبوا؟ نحب نحكي معاك حاجه خاطر كنت ياسر مزيانه ونحبك ياسر والبايات اللي في عينك تفتقوا. واو اسمع نعطيكم مصر دابور ميرسي بوكو خاطر ياسر حاجات ما حلمت تقولي فيهم. البايات راه مش نتاعي ستيفي حطهم لي داكور دونك ميرسي بوكو. كهو انت شنو تحب تقول؟ اي نحب نطلع جنطي في القوات المختصه. فهمنا اكثر شويه. معناتها نحب حجم قوي. انت قويه يدخل. نشوفوكم قديش قويين. شو نلعبو؟ غو يا ماما توتويت يلا. وصلنا للغو يا ماما. معاكم حتى فكرة التركيز نتاع المتباريتين. قولوا متباريتين ولا متباريتين؟ متباريتين. دونك قلتها صحيحة ملو. باهي تفهمتوش شكون باش يدور العجلة؟ أنا. من الأول تفهمتوها؟ إيه. هاو العباد المنظمة، ألي، 1 2 3 جو. زعما شنو؟ إن شاء الله تجيكم ديكتي. شبيك؟ شي. ما تحبيش ديكتي؟ أنا نحب قوليش قلتلك ولا. قوليش قلت؟ أوكي. هيا وين وصلت؟ قلش قتلك تتسويت. لعبة الكاسك عملناها بأسامي القصص حاجة تقتل بالضحك. باهي توا باش نلعبوا قلش قلت. شكون فيكم ياسر كانت عينها فيها اللعبة؟ أنت؟ هي. أما ميساش نقول هي تلعب قبل. ما أحلاك دوك تلعب قبل. الفكرة اللي بيان سيغ استانسوا بها عندنا كاسك، هذه الحاجة الأولى. أما الحاجة الجديدة اللي مع الكاسك حاضرة؟ توا؟ حاضرة؟ ها؟ توا باش تبدا هي. ذات القبعة الحمراء. ها؟ ذات القبعة الحمراء.
الذئب. فما منو في القصة؟ فما الذئب. فما ذيت القبعة الحمراء. ذيت أي القبعة. أعملها بيديك قديش من كلمة مثلاً وقلها ذيت صحيحة. ذيت صحيحة. أي ذيت القبعة الحمراء. حمراء. ياس هذا هي القصة، هذا هي التيتر. بيان أن بوان. بي توا تعطي الكاسك لخيتك. دورنا القماجي كي خيزتنا لعبة قل لي شقتلك. قعدنا قلنا كلمات لبعضنا وقعدنا نطلعوا فيهم. شفتها؟ شفتها؟ لا اوكي. قلها لا بال لا لا بال الأرقام. خمسة كلمات لا لا خمسة كلمات. هاي تقول لا بال إلى بيت. لا بال لا بال إلى بيت. لا بال إلى بيت. مش في مال لا بيت. لا بال صحيحة. لا بال إلى بيت. زيد تخمم أطرا قولها بشكل لا لا بال قاتها دونك قولها لا سويت. اي لا بيت. لا فيت. هي في الاخر تشبه لها امل بي. لا بال صحيحه. توا الثلاثه الاخرين اي لا اي مع و اي 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 ات اي قلتني كده. لا بي اي اي مثلها لبيت نجمة. كيف مشيت مثل هذا؟ وحش. شو اسمها بالعربي هي القصة؟ بين عاد هو زيدا ديساني مي. هي قصة وديساني مي. لابيل صحيحة. بي لابيت. لابيل أي لابيت. لابيت أي لابيل أي لابيت. لابيل لابيت. تعرفوا لو كونت ولا ليه؟ لا بني لا بيت. ايه تعرفي؟ تفضلي. ليش ما طلعتوش؟ ما يسالش مش مشكلة، ها مازالوا فما. اي اللي بعد. احكيني حاجة. نعطيوها فرنسي ولا عربي؟ عربي. عربي؟ ذولي حتى حد لا يتخيل بك الموزيكا القوية الكل في الوذنين ينجم يجيه مثلا ديكون عنيد والا صاحبة القبعة الحمراء. والا لا بالي لا بيت قداش تظهر ايفيدونت في الحياه. ديكون عنيد شنو ديكون كوكوكو اسمك كوكوكو ديكون شو اسمها حميمه. لا فرد فصيله اما تمشي اكثر. ديكون اطير. ديكون 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 فما زيل دجاجة رجلها الديك. ديك عنيدن الديك. اي عنيدن الديك. هذيك صحيحة. صحيحة. اللي بعدها الكلمة اللي معاها عنيدن. عنيدن الديك و لا وي ما فماش. وي ما فماش. راسه صحيح 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 على الاخر. الديك أديك العجوز. ترا كبير شي لي ولا صغير ترانكوش مزي. أرنب ديكن عنيدن ديكن. أي هذيك صحيحة. ع عنيدن عنيدن عينن عنيدن ديكن عنير. برافو ديكن عنيدن صحيح. ما صح راسو هديك. نزيدوا واحدة أخرى ولا نمشوا البريكولاج؟ نمشوا نحب لعبة أخرى. نزيدوا كعبة أخرى؟ إيه نزيدوا كعبة. أنت شفت؟ لعبة أخرى. عطي مالا كيدز كعبة بالكعبة والصغار الآخرين شنو يلعبوا؟ ما يسالش نعم بريكولاج. بريكولاج، ألي بريكولاج توت سويت. يلا بينا. وتوا رجعنا لكم في البريكولاج مع رواند وأنا وبيكا. فوالا هكا لصقت فيهم لصقان. ميرسي بوكو. دونك توا باش نعملوا جوستومون شويه اشغال يدويه
قبل ما نبدا نفهم ليكزيرسيس باش نعطيكم كل وحده لو ليغو على فريز من عند ديليس كوم سا توسعوا به بالكم لو طون. فهمت صغارات اللي تفرجوا فينا شنو باش نعملوا اليوم. قبل الاكتيفيتي اللي باش نفهمها تنجموا تمشيو دونك سور لو سيت ويب نتاع mapetstore.in تلقاو توت لي اكتيفيتي اللي نعملوهم ديما في مالاكيت. تنجموا فو لي امبريمي دونك بوكم امكم اختكم الكبيره اخوكم لي امبريم كوم سا تعملوا وبعد تبعثوا الخدمه اللي عملتوها خدمه حسيت حاجه غيره ليكزيرسيس اللي عملتوه نتاع البريكولاج تبعثوه للا باج فيسبوك والا انستغرام تاع مابيت تان مابيت تونيزي وكل جمعه فما صغير ينجم يربح كادو. سينون بيان سور سور توت لا فورنيتور كون ا هوني تنجموا تمشيو سور لو سيت تشيو اللي حاجتكم بيه تعملوا فو فو فيت ليفري وكل شيء. عندي الهدره وهذا الكل مازلت ما بديتش نفهم فيكم شو باش نعملوا. بي فهمهم ولا فهمهم. هذه حاجه تعرفوها شنو هي ولا لا؟ دار ميزون. هذه دار اكزاكتومون سي اون ميزون. الدار هذايا احنا باش نصنعوها تو من الورقه هذايا داكوردو. هذايا اسمها سي لا فورم دو ديكوب نتاع الدار دونك اكزاكتومون. برافو عليك. سي بوبيل صغيره نجم نحطوها فوق بيرونه كم سا كاين برينا قلم نحطو غاديكا كاين تقطعت لنا حاجه نحطو غاديكا كاين ماذا بينا لي اماكن عندنا شوين غوم نحطوها غاديكا وبعد كي تتعبى البوبيل نمشي ونفرغوها في البوبيل الكبيره نتاع الدار كم سا بيوتنا ديما هكا. الوغ اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا هذايا هكا ميني بوبيل دو بيرو. اول حاجه اون امبريم هذايا هذايا لامبرسيون عملناها بعد قالك باش نلونوا اون فا كولوري دونك عندنا احنا هوني لي كالور بيبس باستيل نتاع هكا اسورتي على مكياج عجبكم لي كالور بيبس نتاع مابيت دونك نجمو نعملو بيهم. ابخي بيان سور عندكم الالوان الاخرين الكل تنجمو تعملو. اون فوا تكملو تلونو نتعداو المرحلة الثانية اللي هي باش نقصو. بعد ما نقصو دوغ انا يظهرلي باش نقص ونوريكم باش بعد تسهلكم المأمورية. ابداو لونو لو طون انا نقص هذا نبداو بشوية بشوية. مشينا للبريكولاج عملنا اون ميني بوبيل انا لونتها وان بلوس قصيتها ولويتها وخي تحصلنا على شكل دار وهي بوبيل معناها صغيره نعمل نحطوا فيها اوساخ. بي عندي سؤال بنات كان جيتوا تاو نهار احد عشيه وما كومش تاو معايا في ملاكيتس راكم اش قاعدين تعملوا تاو؟ نتفرج في ملاكيتس. باهي هذه حاجه باهية. وثاني حاجه رانا نعمل في البريكولاج ولا نشتو ولا نقرا وقاعد ندرس. ذكرت انت الفازه قلت خلي فيس على ميتريس تبدا تفرج فينا ولا في بالهم بيكم في المكتب جايين؟ اي اش قالوا لكم؟ قلت البيست فريند نتاعك ها يا اخي اش قالت لك؟ قالت لي سحالي حتى انا قلت البيست فريند نتاعي. وكيفاه؟ سلموا عليها ملك. وكيف ما عندكمش نفس البيست فريند؟ سي انا البيست فريند نتاعي اسمها ملك وانا مياره. بي وكي تبداو مع البيست فريند نتاعكم شنو تقعدوا تعملوا حاجات دي زاكتيفيتي ابار بريكولاج اللي مغروم بيه مغروم بيه اي نشتحوا اي نغنيو. انا عندي سؤال سالتكم على عمركم من قبيله؟ لا اي قد عمركم؟ تسعة سنين. ريتشي بربي تسعة سنين. تسعة سنين داكوغ. والعباد اللي عمرهم تسعة سنين باش مغرومين دونك بالدونس دونس والغناء والبريكولاج والمطالعة والمطالعة. فما حاجات ظاهر فيكم ناسينهم. كي تقول دانس 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 معناتها كيفاش تحطوا موسيقى وتقعدوا تشرحوا حاجتكم؟ ايوا انا نحطوا اليوتيوب ونقعدوا نتبعوا. عندهم ريبرتوار غنائي كبير برشا. ذكر قبيك قلت لكم شنو اللي تشوفوهم. ما نقعدوش نعمل. دونك ريت هوني. استنى. برافو دقيقة خاطرين ياسر نحب جوست نفهمكم اكزرسيس ونرجع نتعلم برشا حاجات منكم. ريتو هذايا ما هو عندنا؟ البلانش فعنا الديسان فيها التصويره اللي باش نلونوها بعد كي قصيتها انا ريت هذوما اللي مكتوب كل وحده هوني ريت يقول لك هذه تلصق هذه تلصق هذه خذيتهم انا لويتهم الكل معناتها اللي يقول تلصق عليهم اكزاكت لويتهم باش نجم انا في كل بلاصه لويتها باش نحط الكل وندور نلصقها. فهمت اوكي سير بي زيدوا علموني ولا ياسر خليتكم ما تخدموش هنا بريكولاج عادي
زيدوا علموني حاجات. انا تو قلت لي ما عندك مريض تو نحب نشوف جوستومون نحبك تعلمني حاجات. قلت نعرف نغني اغنية تركية. اي تفضل تركي. انا حاضرة. هاي نبدأ. لازمكم صوت تتغنيوا عليه ولا وحدكم؟ لا كيما تحبوا. كيما انت تحب. شنو الاغنية كنت حاب نحطوها لكم احنا؟ نحطوها وين نم سند شو اسمها؟ سند من دمي بانا بانا الناموس. اغنية تركية عرفتوها؟ سند من دمي نانا. حسيت روحي ياسر عايشه في عالم اخر نعم في البلياج تاع البريكولاج البنات. هاي نغنيو عارف شكم سندرم بقدم بندم بم بم حظ سندم دم بانا بانا اردا مسكايو كان ديارنا اكبر عندها Bien sûr. عندي فكرة. إيش قولك نزيدو نقدمو شوية في البريكولاج نتاعنا، أوكي؟ وبعد نمشيو نعملو المطالعة وفي الكوجينة نعملو مطرايح تونسي. خايفة عليه خاطر شنو؟ خاطر منها ماكلة تونسية منها حاجة نتاع تونسي. زعما باش تطيبو تونسي؟ ممكن. تابعونا ونشوفو، أما توت سويت مطالعة. وصلنا المطالعة يظهر أول مرة باش نشوف هكا زوز رواب هكا سيريمونيال في ركن المطالعة. ويوا بيه كم كوا المطالعة نجم نقراو بشتى الطرق ما بيه. ألوغ قبل ما جانوس القصة باش نعطيكم أن بتي غوتي. عنا دونك حليب ديليس للكالسيوم وعندي هو دفيني. شكون يموت على الحليب هوني؟ لي دو. لي دو أوكي. وعندي دونك أوبا دو كاكاو دي فيتامين باش نحط لكم في الحليب نتاعكم ونبداو نقراو قصتنا. البنات مغرومين بالمطالعه انتم قلتوا لي قبيله. مغرومين برشا برشا. تقرا وحدكم ولا يقراو لكم؟ لا نقرا وحدكم. انتم كاتخي ماني توا دونك. وتقراو عربي وسوري؟ وي فرونسي وعربي؟ اكثر عربي ولا فرونسي؟ عربي عربي. احنا قصتنا اليوم بالعربي سا تون بيان. فوالا بيه خمسة كروه هذا. عندي قصة ليك وقصة ليك انت باش تتابعوا معايا. القصة متاع اليوم كما العادة جينا من دار اليمامة لنشر الكتاب. القصة متاع اليوم دو لا كوليكسيون نور الحكمة. علاش نور الحكمة؟ القصص هذوما ديسيني للصغيرات أعمارهم من 10 سنين الفوق. دونك عندنا الخط كبير كمان باش عبد يقرأ معناتها من غير مشاكل. ليزيماج ياسر محليهم شو قديش الوان يهبلوا. والقصص كلهم من التراث العالمي. والحاجه الباهيه في القصه سورتو اللي في اخر القصه بعد ما نستفيدوا دونك باللغه وكل عندنا ركن استثمار القصه اللي نجموا نجاوبوا جوستومون على الاسئله. معناتها كيما كيفاش في القسم شو اسمه انتم تعملوا الانتاج الكتابي وفهم اللغه شو اسمها ماده العربيه ما شنو الركن هذاك في ماده العربيه؟ قراءه. قراءه اما فهم النص. فهم النص فوالا. شرح الفهم فوالا. شرح النص وفهم النص. وعندنا في اخر كل قصه العبره من القصه. ترى تحب تقرا لنا العبره من القصه هذه شنو هي؟ الناجح البطل هو الذي ينتصر على اسباب الفشل. محليها هذه العبره بالحق محليها. بون احنا القصه مش نقراها كامله باش نقراو منها شويه باش انتوما زاده تحمسوا تاخذوها
اكزاكتومون تتحمسوا تمشيو تشريوها من من اقرب مكتبه والا من لو سيت نتاع yememagroup.com عندهم العربي والفرنسي لي باراسكولير كل شيء موجود عندهم. قسم تاع اليوم اسمها الدجاجه الحمراء والثعلب. ان احنا اليوم ديك عنيد وصاحبه القبعه الحمراء وتو الدجاجه الحمراء والثعلب. في الكوليكسيون هذيا فما 12 تيتر. هاو هذا الثامن احنا. احنا سيم هكا بالاحمر. هاوكا احمر الى الشخات الدجاجه حمراء. هي الحمراء اكزاكتوما. نبدا؟ منش نقراها كامله راهو. يحكى ان دجاجه حمراء كانت تعيش في بيت صغير داخل مزرعه فسيحه بجوار غابه كثيفه. الى حد الان مفهومه. كانت الدجاجه تخرج كل يوم من بيتها قبل شروق الشمس فتغادر المزرعه نحو الغابه. تنبش التراب تحت أشجارها باحثة عن غذائها فتلتقط الديدان والحبوب. وقبل غروب الشمس تعود الدجاجة الحمراء إلى المزرعة وما إن تصلها حتى تدخل بيتها وتوصد الباب بإحكام ثم تنام في أمن واطمئنان. كان في الغابة ثعلب فتي يعيش مع أمه في بيت صغير غير بعيد عن مرعى الدجاجة وقد تعود أن يراها من حين لآخر وهي ترعى سعيدة ويسمعها تنشد مبتهجة كاك كاك كاكي. لنعودها بالبداية كاك كاك كاكي. أنا أسعد ممن ألاقي. فرحانة برشا دجاجة زعما عليش. فتثير شهيته وتضاعف جشعه وتسيل لعابه. آي آي آي. فيسرح به خياله في أحلام ممتعة ويقول في نفسه آه لو أقبض على تلك الدجاجة الحمراء الشهية، آه لو أحقق هذا الحلم الجميل فسأكون أسعد ثعلب في هذه الغابة. وظل الثعلب الصغير يفكر كل يوم بالليل والنهار في الدجاجة الحمراء حتى صار يحلم في نومه أنه قبض عليها فأصبحت فريسة مستسلمة بين يديه. وكثيرا ما يصح من نومه العميق وهو يمضغ ريقه كأنه يأكلها. ما قلت لي خير. حاول الثعلب مرات عديدة أن يقبض على الدجاجة قبل قدومها إلى الغابة وفي طريق عودتها إلى منزلها لكن محاولاته باءت بالفشل الذريع. الحمد لله إذا أنا زدتها خطر تفجح مفجوع عليها. ففي كل مرة تفلت منه الدجاجة لأنها تكتشف حيله ومخابئه. مشى الثعلب في الغابة مهموما سابحا في بحر من الأفكار وفجأة خطرت بباله حيلة لم يجربها مع الدجاجة سابقا فعاد الأمل إليه من جديد وأيقن أن الدجاجة الحمراء لن تفلت منه هذه المرة. كملوا ولا يزي؟ خلينا متحمسين. انتم متحمسين ولا انا قلبي ولا يدق؟ نزيدوا شويه. انا اقول لكم بشكلها. نزيدوا حتى الهوني. حتى الموقدي. عاد الثعلب مسرعا الى امه وخطبها قائلا: يا امي اني ذاهب الى مرعى الدجاجه فاليوم ساقبض عليها ولن تفلت مني. هيا يا امي املئي القدر ماء وضعيه فوق الموقدي. حاب نزيد بالحق ولا إذا آخر بالحق آخر. أنصتت الأم لابنها الصغير ثم قالت: لقد جربت حظك معها ففشلت وأفلتت الدجاجة من قبضتك مرات عديدة فهل عاد إليك الأمل من جديد؟ ازداد حماس الثعلب فأجاب أمه قائلا: حدث ذلك سابقا أما اليوم فلن أفشل وسيتحقق حلمي ولن أعود من دون الدجاجة الحمراء. كهو. أما الحكمة والعبرة من هذه القصة نعود نقولوها: الناجح البطل هو الذي ينتصر على أسباب الفشل. كملوا أقراوها. امشيوا دونك أشيوا القصة من عند دار يميمة لنشر الكتاب وشوفوا شنو بشي تصير خاطر احنا تاوى نكملوا نقراوا من بناتنا الحقيقة خاطر وصلنا شديناها القصة ونمشيوا للكوجينة.